خطاب جديد من الهلال الى الكاف، ان احنا خطبنا الكاف، ان الدكتور حسن علي عيسى الامين العام لنادي الهلال يعني بعت خطاب جديد للاتحاد الافريقي لكره القدم كاف بشان المواجهه المرتقبه التي يخوضها الازرق امام مضيفه الاهلي المصري في الجوله الاخيره. ماشي، اوضح الخطاب انه في ظل غياب الردود، طبعا الاتحاد الافريقي ما ردش على البيان الاولاني، لانه قلت لكم ان البيان الاولاني بيان خايب، واكيد مسؤولين الاتحاد الافريقي شافوا ان هو بيان خايب برضه، بيان ما يعني ما ما ردوش عليه. ف المقترحات طبعا اللعب بدون جمهور. ليه اللعب بدون جمهور؟ جمهورنا عمره ما عمل حاجه ليكوا ولا لاي حد. فين؟ قولوا لنا. يعني انتوا لعبتوا من غير جمهور علشان اللي قبليها بسنتين كانت هتحصل مصيبه في الملعب والناس تدافعت جوه الملعب وعندكم كان عندكم قصه. طيب انتوا ليه المقترح الاول اللعب بدون جمهور ده؟ حتى اللي يطلب حاجه، يعني معلش مع احترامي للاخوه في السودان ومسؤولي الهلال السوداني، اللي يطلب حاجه من حد يطلب حاجه معقوله او حاجه ليها سبب. ليه انت بتطلب ليه المقترح الاول؟ ليه بتقترح؟ عارفين يعني ايه؟ مش عارف اقول لكم زي ايه بالظبط. انت بتقترح حاجه لا يمكن تحصل، حاجه في الخيال، فبتخلي ان الناس ما تردش عليك. يعني مسؤولي الهلال زعلانين ان الـ ان الـ ان الجماعه في الاتحاد الافريقي ما ردوش عليهم، صح؟ طيب ما هو ما ردوش عليكم لسبب، ان المقترحات اللي حضراتكم مقترحينا للمباراه مقترحات غير منطقيه، المقترحات غير منطقيه. اول مقترح لعب المباراه بدون جمهور، المقترح الثاني اللعب في حضور محدود من الجمهور. ليه؟ انت المفروض ان انت عايز تلعب ماتش كوره، لو انا مكان مسؤولين الهلال هيبقى في تفكيري ان كل ما الجمهور يكتر ده ممكن يكون ضغوط على لعيبه الاهلي مش عليك انت. مش عارف مسؤولين الهلال مش عايزين يركزوا في حته في الكوره بس ليه؟ لا، ماتش كوره، العب ماتش كوره. انت وانت عارف كويس قوي، وانتوا عارفين كويس قوي ان مفيش حد هيقرب منكم هنا، وان انتوا هنا في المصريين هيشيلوكوا فوق دماغهم. انتوا عارفين كويس قوي ان مش هيحصل مفيش حاجه، وانتوا عارفين ان البيانات اللي انتوا بتعملوها دي مش هتمثل ضغوط باي شكل من الاشكال على اي حد، ده بالعكس ممكن تزود من الاحتقان. احنا عايزين الامور تمشي هاديه، وعايزين الامور تمشي سلسه، مفيش اي حاجه، ماتش كوره يوم السبت وخلاص، والدنيا يعني مفيش مشكله، هتاخدوا الواجب في الكوره وخلاص، عادي عادي. ايه اللي مفيش حاجه اكتر من كده؟ انتوا التاهل كان في ايديكوا يا جماعه وانتوا ضيعتوه، ودلوقتي بقى في فرصه للاهلي، وانا بقول لكم الاهلي مش هيسيب الفرصه دي.